الرحيم. الحمد لله الغائل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، يا أبناء شعبنا الجنوبي العظيم، أيها الأحرار الميامين، أيها المناضلون والمكافحون لنيل الحرية والاستقلال، يا جماهير العدالة والكفاح والسلام والبناء، أيها الجنوبيون في الداخل والخارج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الوفاء والنصر عزم لا تلين وإرادة لا تقهر، تحية لكم في هذا اليوم العظيم الذي قررنا فيه جميعا أن نقود بوصلة الحدث ومسار السياسة ومستقبل القضية نحو تحقيق أهدافها المتمثلة في التحرير والاستقلال ورفع الظلم والقهر عن شعبنا الجنوبي الصابر. قبل عام وفي مثل هذا اليوم الخالد، يوم 4 مايو العظيم، انطلقت الإرادة الشعبية الجنوبية صاحبة الشرعية الحقيقية لتعلن قرارها ولتمارس حقها القانوني في حماية القضية الجنوبية العادلة. فأكد الجنوبيون يومها إن الجنوب وطن وهوية في حاضره ومستقبله لكل أبنائه وبكل أبنائه، وإن جنوب ما بعد 4 مايو 2017 ليس كجنوب ما قبل هذا التاريخ على قاعدة التوافق والشراكة الوطنية الجنوبية. وقد فوضتمونا نحن وعيد الأستاذ قاسم عبد العزيز الزبيدي بإعلان قيادة سياسية وطنية برئاستنا لإدارة وتمثيل الجنوب حتى تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا المشروعة والتي لا تراجع عنها أبداً مهما كانت الصعاب ولا تنازل عنها مهما استفحل الشر وأهله. وقد فعلنا ذلك حين أعلنا عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في 11 من مايو 2017. وها نحن اليوم معكم وأمامكم معاهدين الله على ذلك ومعاهدين ثرى الوطن على الدفاع عنه حتى النصر، ومعاهديكم عهد الرجال للرجال أن نحفظ حقوقنا غير منقوصة وأن نراعي مصالح قضيتنا العادلة. وأن نراعي مصالح قضيتنا العادلة مستمدين قوتنا من الشعب صاحب القرار والسلطة بعد الله سبحانه وتعالى. أيها الشعب الجنوبي العظيم، لقد قمنا بتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي انطلاقاً من إرادتكم الصلبة التي تكسرت عليها مؤامرة الأعداء في كل المراحل السابقة منذ عام 1994، وأستطعنا بكم أن نصنع من طموحنا واقعاً لا يستطيع أن يغيره أحد. لقد كسرنا العزلة المفروضة على قضيتنا، ولقد أسمعنا العالم صوتنا الذي لا يلين. وها نحن اليوم مع أن نقود الحدث ونصنع الواقع السياسي الجديد نحو مستقبل مرسوم وبخطط محكمة وبخطوات ثابتة ثبوت جبال شمسان. ومن يتجاهل معطيات واقعنا الجديد فندعوه إلى مراجعة نفسه والتاريخ عله يجر كيف أن الجنوب لم يهزم ولن تكون له الهزيمة من نصيبه مهما كلفنا الأمر. ولقد عملنا طيلة العام دون كلل أو ملل بهدف استكمال بناء هيئات ودوائر ومؤسسات المجلس الانتقالي الجنوبي، وأنجزنا في هذا الصدد العديد من الأمور المهمة بدءاً بالجمعية الوطنية الجنوبية التي مثلت كافة شرائح المجتمع الجنوبي، ومروراً بالمؤسسات والدوائر الأخرى التي عملنا جاهدين على أن تقوم بدورها على أكمل وجه من خلال توفير الوسائل والإمكانيات اللازمة لذلك. وقد بنينا هذا العام أفرع وطنية للمجلس الانتقالي على مستوى محافظات الوطن الجنوبي الغالي، وكذا مستوى مديريات المحافظات، في خطوة تنظيمية تهدف إلى إشراك الجميع في العمل الوطني، وخاصة إن مبدأ الشراكة مبدأنا الذي لا نحيد عنه. ولقد بذلنا جهدا كبيرا في متابعة هذه الملفات بكل تفاصيلها حرصا منا على سلامة البناء واستمراره. أيها الجنوبيون الأحرار، يجب أن ندرك جميعا
إن إنجازتنا كانت في مرحلة البناء التي لا زلنا فيها حتى اليوم، وعلى الرغم من إشراف هذه المرحلة على الإنجاز الكلي إلا أننا نؤكد على تصحيح كل عجاج قد يظهر وعلى تصويب كل خطأ نراه، وأن أبوابنا مفتوحة أمام الجميع ودون استثناء. إننا نتطلع للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل السياسي، خاصة وإننا أصبحنا نعمل في الداخل والخارج من خلال مؤسساتنا الموجودة في كل محافظات الجنوب، بالإضافة إلى مكاتبنا الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، والتي ستمتد إلى باقي الدول المؤثرة في مسار الأزمة السياسية في بلادنا. إن المرحلة السياسية الجديدة القادمة تتطلب وعياً شعبياً ودعماً جماهيرياً مستمر، سنفرض من خلالها خياراتنا السياسية مستندين إلى عدالة القضية الجنوبية وإلى إرادة الشعب الجنوبي الحر، وإلى العالم الذي لا شك إنه يدرك تماماً تطلعاتنا المشروعة ومواقفنا الواضحة تجاه كل الملفات والقضايا الشائكة في المنطقة. أيها الأحرار، لقد مر عاماً كامل جلسنا فيه مع العديد من حكومات الدول الكبرى ومع الأمم المتحدة عبر مبعوثيها، وكذلك مع العديد الفاعلين الدوليين، وناقشنا كل الملفات السياسية في بلادنا، ولقد وضعنا رؤيتنا للحل وتفسيرنا للأزمة، ونقلنا إلى العالم تضحياتكم وتطلعاتكم بشكل دقيق، مؤكدين للعالم أجمع أننا نقف خلف هذه التطلعات حتى تحقيقها. واستمعنا كثيرا لمختلف الآراء، مدركين أن السياسة مساراتها وظروفها وعواملها الزمنية. إننا ندرك الوضع المعقد جدا الذي يواجه عملية السلام في الشمال قبل الجنوب، ونحن ليس ببعيد عن هذا الوضع، وقربنا منه يحتم علينا السير بوعي وإدراك وتوازن، نضمن من خلال انتقال ناجح يعزز من مكانتنا السياسية ويضمن تقدمنا إلى الأمام في سلام كامل دون تنازل عن أهدافنا وتطلعاتنا المنشودة. يا أبناء شعبنا العظيم، نجدد في هذا اليوم تأكيدنا على عمق متانة الشراكة بين الجنوبيين بقيادة مجلس الانتقالي الجنوبي ودول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، العلاقة المعمدة بدماءنا الطاهرة وتضحياتنا المشتركة والتي لا تزال مستمرة وستبقى حتى تحقيق أهدافنا المشتركة والمتمثلة في قطع يد إيران المتمثلة في جماعة الحوثي من المنطقة، والقضاء على خطر فكر جماعة الأخوان المسلمين الذي ولد الإرهاب والتطرف. وإننا قد عملنا على الارتقاء بهذه العلاقة الاستراتيجية نحو ضمان أمن واستقرار المنطقة واستعادة شعب الجنوب لسيادته على أرضه كعامل أساسي في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وننتهز هذه الفرصة لتقدير الشكر والعرفان لجهود التحالف العربي العظيمة في بلادنا. ولقد عملنا على مد جسور التواصل مع دول العالم الخارجي، مؤكدين التزام الجنوبيين بالقانون الدولي والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد فإننا نؤكد على ضرورة استعادتنا لحقوقنا السياسية العادلة والمشروعة كحق تقره جميع الأديان والقوانين والأعراف، وكعامل أساسي في تأمين المنطقة وإرساء السلام ومكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية والجوية. أيها الجنوبيون، أيتها الماجدات الجنوبيات، ندرك وبكل التفاصيل حاجتكم إلى إحراز النصر الكامل والعاجل، ونقدر استعدادكم لبذل مزيدا من التضحية في سبيل أهدافنا الوطنية العادلة، وإننا فخورين بذلك. نجدها فرصة لنقول لكم إننا نملك كل الإمكانيات لفرض واقع مغاير
ونعرف كل ما يخطط أعدائنا تجاه القضية والوطن الجنوبي وعدن على وجه الخصوص، غير أننا نمضي بكم في مسار آمن يسلم الجميع من تبعات نحن في غنى عنها. ولأننا دعاة سلام فقد تحملنا كثير من طيش حكومة الشرعية وراقبنا تفاصيل إصرارها على التنكيل بالجنوب وأهله، وبذلنا في هذا الملف ما نراه يخدم قضيتنا ويحقق لنا الخلاص من هذا الطيش ومن التعذيب المنهي. وسنرى جميعا إن هذا الصبر كان صائبا رغم مرارته، وسنذكر أنفسنا إننا كنا على حق حينما صارحناكم بذلك، وهذا كله لا يعفينا من تحمل مسؤوليتنا تجاه هذه التصرفات. وليكن هذا الخطاب تحذيرا كاملا كامل الأركان لمن يسمعه ولمن يقرأه. ونحن في عدن ولسنا ببعيد، ولسنا شعب أعزل من الإرادة. وفي هذا الصدد ننتهزها فرصة في هذا اليوم الخالد لنعلن فيه عن إطلاق المجلس الانتقالي الجنوبي حواراً جنوبياً. ندعو من خلال جميع الجنوبيين إلى طاولة حوار وطنية، أشخاصاً كانوا أو مكونات سياسية، لتوحيد صف الجنوبيين انطلاقاً من إيماننا بالشراكة الحقيقية بين الجميع، وتأكيداً على مبدأ التصالح والتسامح الجنوبي. ولا ننسى أن الوطن ملكاً لنا جميعاً، ونؤكد هنا على ضرورة المشاركة الفاعلة، فالجميع مطالب بالإسهام في شرف خدمة القضية الجنوبية حفاظاً على تضحياتنا جميعاً، وصوناً لمكتسباتنا وإنجازاتنا، وضماناً لمستقبل قضيتنا وشعبنا. وسيتم الإعلان لاحقاً عن آلية هذا الحوار وتوقيته وكل التفاصيل المتعلقة بذلك، وسيتكفل المجلس الانتقالي الجنوبي بكافة الوسائل والتسهيلات المتعلقة بذلك. أيها الشعب العظيم، إن شهداءنا لم يرحلوا لنقبل من بعدهم بمشاريع ناقصة، وإن جرحانا لم يقدموا أنفسهم للرصاص والنار لنمضي إلى حيث يريد المتآمرون على الجنوب. لذا فإننا قد اخترنا السير على طريقهم، ولن نقف وحدنا، فالله وأنتم معنا، وليكن ذلك ما يجمعنا. إننا والله لا نبالي بأي شيء عندما يكون الخيار القبول بجنوب غير الجنوب الذي قاتلنا من أجله. فمن كان يحمل بين ضلوعه هدف التحرير والاستقلال واستعادة وبناء دولة الجنوب وطن كامل السيادة، فليضع يده في أيدينا ولا تراجع. ومن كان له رأيا أو وجهة نظر فإن باب الحوار معه مفتوح، ومن لا يستطيع المجيء فسنذهب إليه، ومن يرى غير ذلك فلنبحث عن صفوف الأعداء، هو الطريق الأسهل. والوقوف خلفهم ومعهم لن يغير بالأمر شيئاً، فنحن عازمون على استعادة وطن وماضون نحو ذلك الهدف. يا أبطال قواتنا المسلحة ومقاومتنا الجنوبية البطلة الباسلة، إننا نستحضر في هذا اليوم العظيم الدور البطولي الذي تقودون مساره. وإن كان هناك من فخر حقيقي، فهو فخر الدور عن سيادة الوطن وحماية أمن مواطنيه. وبهذه المناسبة نجدد التحية لكل فرد فيكم، وندعوكم إلى الثبات المعهود منكم دائما، ولتكن بنادقكم الصادقة جاهزة ومصوبة نحو أعداء الوطن. ولتسلم أرواحكم. أحيي كل الجنوبيين والجنوبيات الذين يستحضرون أهمية 4 مايو ويعملون كل من موقعه في سبيل الوطن، ونهيب بكم جميعا أن تترحموا معنا على شهدائنا المغاوير الذين ضحوا بدمائهم الزكية في ساحة الشرف والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال والحرية لأسرائنا، وعلى رأسهم وزير الدفاع محمود الصبيحي
والأخ ناصر منصور ورفقهم. وختاماً نؤكد على أننا نعي خطورة المرحلة وأهميتها، ونعي مسؤوليتنا جيداً، وسوف نتحملها أمام الله وأمامكم.